بسم الله الابن روح قدس الاله الواحد امين. اهلا بكم من اوبرشيت هولندا في شرح قراءه البصخه المقدسه. النهارده يوم الاثنين من البصخه المقدسه. قراءات اليوم تركز في حاجتين: في شجره التين، لعن شجره التين وطرد الباعه من الهيكل. وهنا يعتبر احنا قدام حاجتين: شجره التين الطبيعيه اللي كان فيها ورق كتير لكن ما فيها ثمر وربنا لعنها، وشجره التين البشريه اللي هو شعب الله، الشعب اليهودي، لما ربنا دخل الهيكل ولقى ورق كتير يعني عبادة شكلية لكن بدون ثمر، وعشان كده برضو حصل مع قال لهم هو زبيتكم يترك لكم خرابا بنفس مصير شجرة التين. فكل قراءات اليوم النهاردة بتتكلم عن الحاجتين دول. بيبتدي القراءات بيشرح بقى من بداية الخليقة وزي ربنا عمل كل حاجة يعني كويسة جدا، كل شيء حسن جدا في خلقته للإنسان، في تدبيره للأمور، وبرضه ما اختار شعبه وعمل كل حاجة حلوة للشعب، انه على امل او ربنا يعني كان منتظر انه يثمر في الشعب حياة نقية والعدل والصلاح والحق، لكن الحاجات دي مش موجودة. فالقراءات ماشية بالترتيب من بداية الخليقة، يعني الساعة الاولى بتتكلم عنهم ربنا عمل كل حاجة كويسة خالص. يبتدي النبوة اللي من سفر التكوين بيقول على خلقة الإنسان، وفي الآخر بيقول وراء الله جميع ما خلقه فإذا هو حسن جدا. والنبوة الثانية إشعياء 5 أن ربنا عمل كل حاجة الكرم والشعب إسرائيل، يقول كان للحبيب كرم في رابية في موضع خصب، حط به سياجا دفعه على القصب، غرست كرما في سورك، بنيت فيه برجا، حفرت فيه معصرة، وبعدين انتظر الناس يخرج عنبا فأخرج شوكا وقال احكموا بيني وبين كرمي ماذا يصنع لكرمي وأنا لم أصنع له. وبعدين يشوع بن سراغ النبوة الثالثة بتتكلم عن الأقنوم الابن، واحد هو حكيم عظيم المهابة جالس على عرش الرب، هو الذي حاذها ورآها وأحصاها وأفاضها لجميع أعماله، فهي على كل ذي جسد. وعشان كده بيتكلم المزمور كمان يقول مبارك رب إلى إسرائيل الصانع العجائب وحده، يعني الخليقة كلها وفي نفس الوقت اللي عمله لأجل كل شعبه، ادي معنى الصانع العجائب. ويجي الانجيل الساعه الاولى من مرقس 11 عن شجره التين، وفي نفس الوقت ما ربنا دخل الهيكل وطرد الباع. الساعه الثالثه بتتكلم عن الفساد بقى اللي حصل، يعني ربنا عمل كل حاجه كويسه بس النتيجه كانت ايه؟ النتيجه كانت صعبه خالص. النبوه الاولى اشعياء 5 هي تكمله النبوه بتاعت الساعه الاولى، بيقول ويل للقائلين للخير شرا، الذين يبررون المنافق لأجل الرشوة، ينزعون حق البار، رذلوا الله شريعة رب الجنود واستهانوا بكلمة قدوس إسرائيل. برضو النبوة الثانية من أرمية 9 بتكلم نفس المعنى، بيقول لماذا هلكت الأرض واحترقت؟ لأنهم تركوا ناموسي عنهم الذي جعلته أمامهم ولم يسمعوا لصوتي. عشان كده بقى في المقابل مزمور بيقول فرحت بالقائلين لي بيت الرب نسب أولاد ربنا، هو البيت بالنسبة لهم هو مصدر الفرح والسلام والنعم، عكس الناس اللي كانت عايشة في العبادة الشكلية. اللي برضو إنجيل الساعة الثالثة برضو مرقس 11 بيتكلم عن اللي حصل في شجرة التين لما اتلعنت. الساعة الستة والتاسعة بيتكلموا بقى برضو الستة برضو بتتكلم عن الفساد تكملة للثالثة، فجايب النبوة الأولى خروج 32 لما الشعب عمل عجل مسبوك وزاغ عن طريق ربنا، وإزاي موسى تضرع لربنا أنه هو يسفح عن الشعب، وهنا موسى كان رمز للمسيح للمجد، ازاي هو الشفيع لاجل شعبه. النبوه الثانيه حكمه سليمان بيتكلم على طريق تنقيه بقى هيكلنا البشريه، ازاي ننقي الهيكل بتاعنا، محبه العدل وحياه الصلاح، الاحب العدل يا قضاة الارض اذكروا الرب بالصلاح. المزمور بيتكلم عن ازاي برضو بنعيش العباده في بيت ربنا بطريقه مظبوطه، بيقول صعد القبائل قبل الرب الشهاده الاسرائيلي يعترفون لاسم الرب. وانجيل الساعه السادسه يوحنا 2:13 اللي هو بتاع طرد الباعه من الهيكل. التاسعة بتتكلم عن السلطان بقى لربنا كان اداها في الخليقة كلها، النبوة الأولى من سفر التكوين ازاي ادى السلطان لآدم، بيقول أخذ الرب الإله الإنسان الذي خلقه وضعه في فردوس النعيم ليفلح ويحفظه. وفي النبوة الثانية من أشعياء 40 بيتكلم عن سلطانه للكهنة، عزوا عزوا شعبي أيها الكهنة. النبوة الثالثة بتتكلم عن سلطان الوالدين، اسمع يا ابني تأديب أبيك ولا ترفض مشورة أمك. الإنجيل بيتكلم عن سلطان ابن الله، لما سألوه قالوا له بقى سلطان تفعل هذا ومن أعطاك هذا السلطان. يختم بقى الساعة 11 بوعد الخلاص ويدي رجاء حلو كده جميل لينا. فالنبوة الأولى أشعياء 50 يقول هل ليس لي قوة على خلاصكم،
والنبوة التانية شعب الصراخ إن اشتهيت الحكمة فاحفظ الوصايا فيهبها لك الرب. والمزمور 12 بيتكلم بيقول انظر واستجب لي يا رب إلهي ألا عيني لأن لا أنام نوم الموت. يختم بإنجيل الساعة 11 ربنا بيدي وعد جميل بيقول أبو إبراهيم أبوكم تهلل مشتهر بأن يرى يومي اللي هو الصليب فرأى وفرح. ده الوعد الجميل الصليب لهم. يبقى قراءات اليوم كلها النهاردة بتتكلم عن الهيكل الشجرة التين الطبيعية وشجرة التين البشرية وزي ربنا عد كل شيء من الأول حسن، لكن في الآخر بيدي وعد الخلاص لكل إنسان. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد آمين.